طيب هنا بقى ده دي حوض سمك. مظبوط. ده بترمي فيه بقى اللي هي الزريعة. دي بننزل فيها الزريعة. بننزل الزريعة بيبقى حجمها صغير. طبعا الزريعة دي سمك صغير كده بيرموه ويتربى. من 5 جرام تقريبا الوزن. الحوض ده بيبقى فيه تقريبا 3000 سمكة الحوض الواحد. الشكل ان هو الاحواض دايرة دي بتخلي السمك يحس ان هو في بحر كبير عشان قاعد بيلف. عشان كده عاملها ده مدورة. عشان كده معمولة مدورة. فهي كلها نسب يعني في الاخر. البنى ده ليه تصميم. ليه تصميم. وبعدين تحط الزريعة. بعديها بنحط الزريعة. تحطها النهاردة. نحطها النهاردة. تقعد تأكلها قد ايه؟ 6 أشهر. 6 أشهر؟ 6 أشهر. تبقى قد ايه السمكة؟ نص كيلو 500 جرام. ولو عايز تكبر عن كده تسيبها شوية كمان. ممكن نسيبها شوية عن كده. لو عايزين نطلع سمك فيليه مثلا. وتربي أي نوع سمك؟ البلطي. البلطي بس. البلطي اكتر سمكه بت 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 بتستحمل الجو المناخ بتاعنا المختلف سواء في الشتاء او في الصيف. يعني ما تربيش بوري ولا حاجات؟ لا لا لا. الحاجات اللي هي المياه عذبه اللي هي بتحب المياه العذبه. كويس. في كل حوض بترمي 3000 زريعه. احنا عندنا كل 3 حواض بحجم سمك معين. فالثلاث حواض دول حجم السمك 200 جرام. هتطلع السمكه 200 جرام. دلوقتي 3000 اللي حطيتهم. بالظبط. ده وزنها دلوقتي. الثلاث احواض التانيين وزن السمك تاني خالص بيبقى متوسط 400 جرام 450 جرام. ليه؟ عشان يبقى دايما عندنا غذاء للزرع. فلما نبيع السمك اللي هو يبقى ده موجود. يبقى ده موجود والناس يبقى دايما الاحواض فيها سمك. دايما الاحواض فيها سمك. تمام. مش مساله ان احنا بنشيل مره واحده. طيب. وننزل. ايه علاقه بقى السمك؟ طبعا مش ممكن نشوفه. هنشوفه هناك في مكان ثاني. هنشوفه هناك. ايه علاقة السمك اللي هو فيه زفارة بالاكل والحاجات دي؟ السمك لما بياكل بيطلع فضلات. فضلات السمك. فضلات السمك. مخرجاته يعني. مخرجاته. تمام. الفضلات دي تعتبر سماد طبيعي. زي اي نوع من انواع الاسمدة التانية. الاسمدة التانية. بنفلتر الميه. بنعدي على اول مرحله فلتره. الميه دي احنا كل حاجه هنا مفتوحه على بعض. عندك مواسير اهو كله. احنا كل حاجه هنا مفتوحه على بعض شغاله من اعلى نقطه لاوطى نقطه. ومن اوطى نقطه بموتور بنزق الميه تاني لاعلى نقطه. حلو. فاللي بيحصل ايه؟ ان السمك بيبقى في اعلى نقطه من الميه. بناكل السمك بيطلع فضلات. الفضلات دي بنفلترها. تعدي على مرحلتين من الفلتره وبعد كده بيتبقى ميه مليانه من العناصر الغذائيه اللي هو الزرع بيحتاجها. الميه بالجرافيتي بالجاذبيه العاديه بتروح للزرع. الزرع بعايم في الميه بيمتص كل. خلي بالك هو ما بيزرعش في الارض، بيزرع في الميه. كله في الميه. بنزرع الـ 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 الزرع كله بيكون في الـ الـ الواح فوم. ومن الواح الفوم دي بنعرف ان احنا الميه ترجع تاني للسمك ميه نظيفه جديده. يعني اذا بناخد الميه دي ناخد منها السماد بتاعها نوديه الزرع بالميه النظيفه. الزرع الجذوره عايمه في الميه دي اللي هي اللي جايه من السمك. الجذور بتمتص كل الغذاء وتفلتر الميه. بقول لك بتمتص كل الغذاء وما تمتصش الزفاره. لا ملهاش علاقه. الزرع ملوش علاقه بالزفاره. غذاء بس. والزرع بيكبر والميه بقى بعدين بترجع تاني للسمك. فهي دايره مغلقه. ده معناه ان استهلاكك للميه في حدود قليله جدا. 95% ميه اقل من الزراعه التقليديه. احنا الفاقد بس بتاع الميه بيبقى اللي الزرع بيحتاجه عشان ينمو. ده حاجه. والحاجه الثانيه طبعا لو في تبخر ولما بننظف الفلاتر بنفقد نسبه بسيطه جدا من الميه. بس كلها ما يعني غير الثلاث حاجات دول السيستم شغال بنفس الميه السنه كلها. وبعدين بيقول لي بقى قال لي قبل عبد الرحمن ان اذا زرع فدان في الميه يديله انتاج 10 فدادين من بتوع الارض. مظبوط. وصحي. وصحي ومن غير اي كيماويات ولا مبيدات. وبنحافظ على الميه اللي احنا هتسبب لنا مشكله في السنين اللي جايه. كل ده زي ده كده. عايزين نشوف السمك بقى. نشوف السمك. احنا مش مصدقينك بصراحه ان البتاع ده فيه سمك. فتعالوا نشوف السمك.
احنا داخلين دلوقتي بقى نشوف السمك. ريحه بانت هنا بقى. مفيش بقى سناره تقعد تصطاد سمكه سمكه بقى. اهو. اها. سمكه. هات لنا واحده ثانيه. احسن كده هتموت دي. السمكه وقعت لوحدها. ما بتنطق. بس بس بس. ايه السمكه؟ سبحان الله. هيجروا. في واحده بولتي حلوه اهي، دي ممكن ناخدها معانا. احجام مختلفه. احجام مختلفه طبعا. هم المفروض بيبقى كلهم احادي الجنس. عشان يبقى دايما حجمهم كده، بس احنا في الحوض ده كان عندنا اختلافات في الاوزان، فعشان كده حطينا مع بعض سمك. يعني انت لما تيجي بقى تصطادهم عشان تبيعهم، دي حاجه صعبه قوي. ايوه بس الفلفطه دي حب الحياه. هم مش عارفين ان هم بيعملوا حاجه كويسه قوي. يلا للمزرعه. يعني هم دي لما تيجي تصطادهم عشان تبيعهم بتصطادهم كده البتاع دي بقى ولا ايه؟ لا لا لا، بنفضي طبعا جزء من الميه لغايه ما الحوض ده يوصل للربع خلاص، وبعد كده السمك كله بيبان، فبيبقى سهل بقى نطلع. كل قد ايه بتعمل كده بقى؟ كل ست اشهر. كل ست اشهر وتبيعه بقى؟ وبنبيع السمك. ممكن نشوف الزرع بقى. طيب نروح نبص على الزرع. سلام. الله، دي حاجة بديعة جدا ما شاء الله. دي أحواض الزرع. كنا آخر حاجة قلناها إن السمك بعد ما يتفلتر المية بتيجي للزرع، بتيجي للأحواض دي. كل حوضين متوصلين ببعض، في مدخل للمية محطوطة في إيه؟ محطوطة على الواح فوم. بص، مية مفيش طمية ولا حاجة. مفيش. هي سيبها 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 في أمان الله. سيبها، جميلة جدا. هي الجذور عايشه في عايمه في الميه. تمام. بتمتص كل بقى الغذاء. الميه رايحه جايه عليها. الميه رايحه عليها داخل وخارج، داخل وخارج. لكن مفيش ريحه زفاره ابدا اللي كانت عند السمك. خلاص انتهت. والزرع عمره ما بيلمس ميه السمك، دايما في الواح الفوم دي اللي هي ده ايه ده بقى؟ في النص. ده نوع من انواع الخص. احنا بنجيب كلها انواع خص بتبقى حجم صغير على اساس تبقى سهله الواحد ياكلها في طبق السلطه، تبقى أيوة حجمها أيوة. كويس. الحاجات الحديثه كلها. فبندخل انواع معينه من الخس عشان نطلع في الاخر خليط كده. خليط كده يبقى بنغسله في المزرعه، بيعدي على ثلاث مراحل غسيل. ويتاكل. يبقى جاهز. تشتريه من المحل متاكله من الكيس، هو بيغسله لك 100%. مش كده؟ تمام. دي تقعد قد ايه كده الزراعه عشان تطلع بقى؟ 30 يوم. كله خس ده؟ كل انواع الخس. كل انواع الخس. كل يعني كل بقى نوع بيدي طعم معين وشكل معين. وده خس برضه؟ وده نوع من انواع الخس برضه. عندنا نوع من انواع المستارده، عندنا اعشاب، عندنا زهور قابله للاكل. دي اللي بتتاكل دي؟ دي اللي بتتاكل. ده برضه خس؟ ده مستارده. حضرتك بتحب الحاجات السبايسي؟ يعني بتعامل معاها بس بلطف يعني. بلطف. حرق. اوه مش حرقة دي، ولعة. دي عامل زي دي هتلطف بقى. دي بتعمل الاكل بتاع الصيني ده. صح. السوشي والحاجات دي. سوشي. دي بقى هتلطف. ده نوع من انواع النعناع. بس اللي طعمه ليموني كده. ده يتحط في السلطه يبقى ده؟ يتحط في السلطه. كل ما الحاجه بتكبر في اجواء طبيعيه وبتاخد غذاء بتاعها طبيعي اللي هو اللي جاي من السمك، كل ما ده بيدينا طعم احسن بكتير وقيمه غذائيه عاليه جدا. الورد ده انتوا بتبيعوه المطاعم بس؟
يعني مفيش محلات بتبيع ورد يتاكل ولا فيه؟ لا فيه بيحطوا بيزوقوا بيها الاطباق، بيعملوا بيها اشكال حلوه للترت وكده. شوفش احنا الحاجات دي المطاعم بس اللي بتاخدها، مطاعم وفنادق وموجوده في السوبر ماركت دلوقتي. يعني احنا بنورد لاغلبيه السوبر ماركت اللي في القاهره. موجوده بقى اللي هو نيتشر وركس. ايه نيتشر وركس؟ مفيش حاجه بالعربي؟ لا. ده اسمنا وحاجتنا كلها موجوده باللوجو ده. اللي هو سمكه وزرع. في حاجه بقى اخيره بيعملها الباشمهندس عبد الرحمن، بس وقفها اليومين دول عشان كورونا، هي حاجه لطيفه جدا. تعالوا بقى نشوف المكان. يلا بينا نشوف عبد الرحمن بيعمل فيه ايه. ده المكان بقى اللي عامل فيه عبد الرحمن حاجة لطيفة. بس عبد الرحمن جاب لنا البضاعة ايه؟ شوية من المنتجات كده. ودينا المنتجات. والمكان ده كان شغال قبل كورونا كويس قوي. ان شاء الله يشتغل. تعال نقعد كده عبد الرحمن قصاد بعض كده. ايه دي عبد الرحمن دي؟ ده فلفل مكسيكي. نوع من انواع الفلفل بس حراق جدا جدا. انت بتجيب الحاجات دي من بره ولا هي موجوده في مصر بس في اماكن معينه؟ في حاجات موجوده في مصر وفي حاجات من بره. بذور؟ يعني دي بذرة انت زرعتها؟ بتبيعها؟ بنبيعها. بنبيع محلات الكشري؟ لا. دي بقى منتجات عبد الرحمن باشمهندس عبد الرحمن. دي المنتجات دي طبعا دي منتجات يعني ما تسألش عن أسعارها لأنها هي حاجة مفيدة جدا، يستطيع إنسان إنه يشتريها ويستطيع إنسان إن هو ما يشتريهاش، مفيش مشاكل. فدي حسب القدرات المالية لأنها متكلفة كتير. طبعا ده بيتباع كده؟ بيتباع كده. كل حاجة بنقصها بتعدي على 3 مراحل غسيل. وبعد كده تتعبى بالشكل ده وتبقى جاهزة على أكل. خلي بالك هو أنت ممكن تفتح لنا علبة من دول؟ بس من بوص حاجة، أنت فاتح علبة أظن. هوريكوا بس إيه إن هو يعني ادي العلبه تفتحها تقوم تاكل منها اي حاجه. انا شفت ازاي بتتغسل بس عبد الرحمن اروبا. يعني مكان الغسيل مش هيفرجوا لحد. فاحنا افتكرنا يعني ان ايه؟ ان المكان فيه حاجات ضعيفه شويه ولا حاجه. دخلنا لنا المكان زي الفل كانك في اجزخانه. قلت لهم امال ايه؟ قال لي لا ده فيه ده سر ما بوريهوش لحد. بس فرجه لنا ازاي الحاجات بتتغسل وازاي بتتنشف وازاي بتخش ثلاجه. هي قصة جبارة.